جه دلوقتي ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها تنظيم المركز القومي للبحوث ندوة تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة للثروة الحيوانية. النهاردة كمان في ماتشين مهمين للأهلي والزمالك في بطولة دوري، وفي كمان 8 مباريات في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالمركز القومي للبحوث هيعقد ندوة تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، وده بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز. الندوة بتستهدف توضيح مدى تأثر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية بالتغيرات المناخية، وتحديد حجم التأثير المتوقع وكيفية التغلب عليه أو التقليل من آثاره، ودور البحث العلمي في معالجة هذه الآثار. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباراتين مهمين في الدوري المصري، هيلتقي فريق الداخلية مع الأهلي الساعة 5، ويلتقي الزمالك مع إمبي الساعة 7. لعشاء دوري أبطال أوروبا موعدهم النهارده مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، من أهمها لقاء يوفنتوس الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع إشبيلية الأسباني.